اهلا بكم من جديد. الوزيره غاده والي وزير التضامن الاجتماعي الحقيقه معاها ملفات كثيره جدا ومعقده جدا، في مقدمتها طبعا الدعم النقدي، قانون الجمعيات الاهليه، كل الجمعيات الاهليه اللي في مصر في تقريبا 40 ألف جمعيه اهليه، قررت ايقاف بعض الجمعيات. ازاي تقدر انها يعني تفحص كل هذه الملفات من الجمعيات؟ ملف العداله الاجتماعيه جزء كبير منه في وزاره التضامن الاجتماعي، ليه؟ لانه في الحقيقه هذه الوزاره هي اللي مسؤوله عن الداتابيز او عن قاعده المعلومات اللي تقدر تقول اين هي المناطق مش عايزه اقول الفقيره ولكن المناطق المحتاجه لدعم، من هم الاسر اللي محتاجين لدعم ومساعده، المراه المعيله، وهي كان لها الحقيقه دور كبير جدا وقت الصندوق الاجتماعي او عملها في الامم المتحده في اعداد هذه قاعده البيانات، في انها تساعد المراه لاستخراج بطاقه رقم قومي، انها تساعد نساء كثر في مشروعات صغيره ومتوسطه. من هذا المنطلق وجودها مهم في هذه الوزاره، في لغط كبير طبعا على قانون الجمعيات الأهلية من كل العاملين أو من كثير من العاملين في العمل الأهلي. قبل بس ما نبتدي الحوار، تصحيح صغير، المباراة تذاع بالقانون، مباراة السوبر تذاع بالقانون على التلفزيون المصري، فده لا يؤثر على الإطلاق على التلفزيون الأرضي. وغدا هناك اجتماع مهم بين القنوات الفضائية وبين اتحاد الكورة بخصوص القرار النهائي لإذاعة المباراة، مباراة السوبر على كل القنوات الخاصة، ولكن مرة أخرى المباراة بالقانون تذاع على التلفزيون الأرضي، التلفزيون المصري. أهلا بك يا سيادة الوزيرة غادة والي، وبعتذر إن الكورة دخلت في النص. لا أبدا، الكورة مهمة في حياتنا كلنا. الكورة مهمة بس لما نلعب كويس. الحكومة الحقيقة بتعمل مجهود في أمور كثيرة جدا، والوزارة وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولة من ملفات عديدة. خليني أبتدي بالملفات الأكثر أنا الأقرب إلى قلبي الحقيقة، وهي فكرة الدعم النقدي، فكرة العدالة الاجتماعية. بتبصلها إزاي؟ إيه مشروعاتكم للدعم النقدي؟ وأنا عارفة أن عندك مشروع كرامة ولكم عنده اسمين مش كده؟ تكافل. تكافل وكرامة. ليه سميتوهم كده؟ احنا كنا بندور على اسم عربي يعبر عن ما نقصده، فلسفة المساندة المالية الجديدة اللي بتقدمها الوزارة. بنستهدف فئات محددة بهذه المساندة المالية. كرامة بيستهدف المسنين والمعاقين، وبيهدف إلى أنه يحفظ كرامة هذه الفئات، الفئات المسنة والفئات المعاقة اللي نسبة الإعاقة عندها بتمنعها من العمل، دي هتحتاج مساندة مالية شهرية مستديمة. في أيضا تكافل، وتكافل ده بيتكافل مع الأم المصرية، المرأة المصرية اللي عندها أطفال صغيرين، فهنا هو بيستهدف عبء الأطفال ومساندتها ومساندة الأطفال في الأسرة. فإحنا بنتكلم إن إحنا عندنا 1.5 مليون بياخدوا معاش ضماني. المليون ونص اللي بياخدوا معاش ضماني دول بنشتغل على ميكانة هذا المعاش وعلى مراجعة الاستحقاق والفئات المستهدفة. لكن ده برنامج جديد بيستهدف بشكل أكثر موضوعي، بسيط جدا، هما خطوات بسيطة جدا، مميكن، بنركز فيه على 5 محافظات زائد محافظة الجيزة في الأول، وبعدين هنبتدي ندخل المحافظات فيه تباعا. هنبتدي في أفقر 19 مركز في هذه المحافظات 5. في أول نوفمبر هندعو الأسر أنها تتقدم وتسجل، وبالتالي إحنا بنستهدف أن إحنا في أول 6 شهور ندخل 500 ألف أسرة. إذا افترضنا أن الأسر في حدود 4، يعني إحنا بنحاول أن إحنا ندخل من 1.5 لـ2 مليون مواطن مصري في هذا البرنامج. ده برنامج ده دول البرنامجين، كرامة وتكافل. الموضوع بيعتمد هنا على شكل موضوعي بييسر على الأخصائيين الاجتماعيين. مفيش قرارات بياخدها الأخصائي كتير، هي أسئلة هتبقى محطوطة على تابلت، بيدخل في إجابات معينة، سكورز بتطلع، معادلة إحصائية فيها شروط واضحة جدا، وفي آلية كمان للمراجعة، اللي يحس إن هو ما خدش حقه أو حرم وهو مستحق يتقدم لمراجعة هذه الآلية. أسئلة زي إيه يا أستاذ غادة؟ أسئلة كثيرة جدا عن الدخل،
عن ظروف الأسرة، عن العمل، عن حالة المنزل، محددات الفقر اللي كلنا عارفينها. هدفه حماية هذه الفئات والحفاظ على كرامتها، وفي نفس الوقت الحقيقة لما بنتكلم عن تكافل بنتكلم عن الحق والواجب، عن الشروط اللي حضرتك ذكرتيها. فكرة المشروطية هنا مرتبطة بإبقاء الأولاد في المدرسة، نسبة حضور لا تقل عن 80%، النجاح من سنة لسنة. هنا في تعاون شديد مع وزارة التربية والتعليم، وزير التربية والتعليم رحب جدا بهذا البرنامج وتبناه. وزارة الصحة أيضا بتتعاون معنا، لأن الأولاد اللي أقل من 6 سنين هيكون في التزام بزيارة الوحدة الصحية، انتظام في التطعيمات، وبعد كده كل الرعاية الوقائية اللي لازم تقدم للأولاد بانتظام. احنا بنستهدف هنا نقلل من التسرب من التعليم، نقلل من خروج الأولاد إلى الشارع، وشعور الأسرة إنه حصولهم على هذه المساندة المالية من الدولة مرتبط بواجب عليهم في رعاية أولادهم ومساندتهم. كم يعني الأسرة في كل برنامج بتاخد كام تقريبا شهريا ولا كورترلي ولا بالنسبه للمسنين بنتكلم والمعاقين بنتكلم عن استحقاق فردي. استحقاق فردي بمعنى انه لو 2 في الاسره كل واحد هياخد 320 جنيه. يعني لو 2 هياخدوا 640 جنيه. ولو شهريا فدوت اللي المسانده الماليه اللي بنتكلم عليها للاسر اللي هينطبق عليها شروط معينه وظروف معينه واضحه. المسنين فوق سن كام؟ 65. 65 ده وما غير وما يكونش عندهم معاش تاميني وليهم بعض الشروط. طبعا يعني ده غير المعاش اللي هو لو حد عنده معاش تضامن، معاش من عمل. لا لا، احنا بنبص احنا بنبص على فقراء مسنين في الريف، في أماكن ما فيش فيها فرصة للدخل وفرص العمل. يعني كان مثلا بيشتغل قطاع خاص وخلاص، أو كان بيشتغل في الريف هتلاقيه بيشتغل عمالة زراعية موسمية وأصبح طاعن في السن ومش قادر يشتغل وما عندوش دخل وهكذا. لكن احنا بنتكلم أيضا عن مساندة للأسرة اللي هي تكافل. تكافل بقى بتختلف، أولا الحد الأقصى 3 أولاد، 3 أولاد ياخدوا مساندة. دي للأم، تكافل للأم. دي هتحصل عليها الأم المبلغ الأساسي 320 جنيه، وبعدين في مبلغ إضافي للطفل على حسب هو في المرحلة الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية. كل طفل في مرحلة دراسة هيتخصص له مبلغ مختلف. أنا معجبة جدا بفكرة الـ3 أطفال، لأنه دي طريقة غير مباشرة نبتدي نفتح فيها ملف، مش التنظيم ولكن ملف زيادة النسل المرعبة والانفجار السكاني اللي احنا لازم نفتح ملف تنظيم الأسرة. وكان لسه في اجتماع لمناقشة استراتيجية سكانية لمصر، كان وزير الصحة بيناقشه في حضور برئاسة رئيس الوزراء، وكان اجتماع مهم جدا لأنه القضية السكانية في مصر قضية شديدة الخطورة وهي قنبلة. يعني امتى حضرتك بتقولي لي؟ اول نوفمبر. املنا ان احنا اول نوفمبر هو هدفنا، والمعادلة الصعبة انك تخلي البرنامج بسيط جدا وسهل جدا على المستفيد، لكن الباك اوفيس الشغل اللي بيتعمل بقى عندنا التدريب، الميكنة، تحديد المعايير، صياغة البرنامج، صياغة الاستمارات، ادخال البيانات، ربط قواعد البيانات، في شغل كتير بيتعمل بنحاول من خلاله ان احنا نبتدي بداية جيدة تساعدنا ننطلق، وطول ما احنا بنشتغل بنحسن. هتبدأوا بأي محافظات؟ قلت لي 5 محافظات. هنبتدي بمحافظة 5 محافظات وأجزاء من محافظة الجيزة، أفقر 5 محافظات. هنبتدي في الصعيد، هنبتدي في أفقر 19 مركز إداري في هذه المحافظة. يعني نتكلم في أسيوط، سوهاج. بالظبط. إحنا بندمج هنا الاستهداف الجغرافي اللي بيستخدم خريطة الفقر مع الاستهداف الموضوعي اللي بيستخدم معادلات إحصائية في أفقر 19 مركز. إزاي الناس هتوصل يعني في المراكز دي؟ الوعي منخفض. هنعلن منخفض من خلال الوحدات الاجتماعية، هنعلن من خلال مراكز تقديم الخدمات كلها، الوحدة الصحية، المدرسة، المسجد، الكنيسة، كل وسائل الإعلام والإعلان، وهنعلن من خلال التلفزيون وبرنامج حضرتك. الله، طب ده اكيد، وانا مستعده انزل معاكم كمان في هذه المحادثات، لانه ده مهم جدا ان احنا لتوعيه الناس مين اللي يقدر يقدم، مين المستحق لهذه البرامج.
تمويل هذا المشروع قدره قد ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا عاملين تصور مبدئي هنحط فيه. احنا طبعا حضرتك عارفه انه في شهر مارس تم زياده معاشات الضمان بنسبه 50%، فدي هتبتلع جزء من الموازنه المخصصه لهذا، لكن في مع وزير الماليه اتفاق باتاحه التمويل اللازم لهذا المشروع. احنا بنتكلم في مبدئيا 2 مليار جنيه وزاره الماليه لهذا البرنامج. حضرتك بتكلميني على تقريبا 2 مليون مواطن، بنتكلم عن مبدئيا 2 مليون مواطن، وبنتكلم عن عبء مالي في حدود 2 مليار جنيه. احنا لسه الحقيقه الوعد والاتفاق مع وزاره الماليه انه هذا البرنامج مع انطلاقته هيتم توجيه كل الموارد الماليه المطلوبه ليه، واحنا بننسق جيدا مع وزاره الماليه. وحده العداله الاقتصاديه في وزاره الماليه ساعدتنا في مساله الاستهداف ومعادله الاستهداف. انتوا لكم فلوس عند الماليه يعني؟ لينا فلوس كتير، بس دي فلوس التامينات واصحاب المعاشات مش هنمد ايدنا عليها. لازم اعجب الحقيقه بانكم بتستثمروا اخيرا الفلوس بشكل منطقي، فلوس صناديق التامينات وال 3 مليار اعتقد وجهتيهم لشراء شهادات قناه السويس. احنا كان عندنا الاسبوع اللي فات اجتماع مجلس اداره هيئه التامينات والمعاشات، والحقيقه الهيئه انا عرضت على مجلس الاداره فكره استثمار جزء من اموال التامينات في الشهادات، والحقيقه كانت الفكره يعني لاقت استحسان خصوصا روابط اصحاب المعاشات واتحاد النقابات والممثلين لاصحاب المعاشات، لقت استحسان كبير. هي الدستور بينص على استثمار اموال اصحاب المعاشات بافضل عائد، استثمار امن، فده افضل عائد في السوق دلوقتي، هو استثمار امن ومضمون ومعفي من الرسوم والضرائب، وبيخاطب حس وطني عندنا كلنا، والحقيقه كانوا متحمسين جدا ووافقوا على طول. اشتريته ولا لسه؟ اشترينا 3 مليار. 3 مليار، اذا خلي بالكم ان الايام قليله جدا، واحنا يعني خلاص احنا تقريبا عاملين 40% من او 40 مليار، احنا عاملين تقريبا قرب ال 40 مليون، اكتر من 50% كده. اكتر من 50%، 40 مليار. اذا بقي من الوقت قليل جدا، فاضل 20 مليار فقط. اعتقد ان الايام الاخيره هيكون فيها زحام كبير جدا، اذا كان المعاشات والتامينات اشتروا ب 3 مليار. هو اجمل ما تسمعيه انه اللي بياخد الشهاده بيزغرط. ففرحه الناس بمساهمتهم الحقيقه في هذا المشروع فرحه كبيره جدا. ومن الحاجات اللي بندرسها دلوقتي انه في رجال اعمال عاوزين يمولوا شراء شهادات للاسر الفقيره باسمائهم، عايزين يمولوا شراء شهادات للعاملين في الحفر، عايزين يمولوا لفئات مش هتقدر تشتري لنفسها. فمش بس الناس بتشتري لنفسها ولاولادها واحفادها، دول عايزين يشتروا كمان لغيرهم، ودي مشاعر كنا مفتقدينها من زمان. بس خليني ارجع تاني لمشروع كرامه او لبرامج كرامه وتكافل، واؤكد انه هذا البرنامج سيبدا تنفيذه على الارض مستهدف اول نوفمبر. الكرامه هو للمسنين والمعاقين، للفرد الواحد في الاسره 320 جنيه، ممكن يكونوا الرجل والمراه فيبقوا 640 جنيه شهريا. هناك اشتراطات معينه سيعلن عنها، هنكون جزء من هذا الاعلان. في نبدا بالقاهره وخمس محافظات الافقر، ودي كلها في الصعيد، في 19 مركز من المراكز الاكثر فقرا طبقا لدائره الفقر. هيكون في اعلان شروط معينه تقول فيها انت حياتك ازاي او حياتك ازاي، ايه بنقبض قد ايه، بنشتغل بايه. وهذا المشروع لحمايه الفقراء ده بدايه تطبيق العداله الاجتماعيه في رايي. مشروع الكرامه العداله الاجتماعيه ليها جوانب كثيره جدا، وبتدخل فيها وزارات كثيره جدا، بنتكلم عن رعايه صحيه افضل، عن تعليم افضل، عن نقل ومواصلات وبنيه تحتيه افضل للفقراء وللمهمشين وللمحتاجين، كل ده بيدخل في العداله الاجتماعيه. انا دايما بقول انه الحمايه الاجتماعيه هي مسؤوليه الدوله، والحماية الفقراء والمحتاجين لفترة محددة في ظروف محددة في أماكن محددة بشروط محددة. ومهم قوي إن إحنا هيكون في مراجعة دورية، يعني المساندة المالية للأسر تحت برنامج تكافل الفلوس هتصرف كل ربع سنة عشان نتأكد من نسب الحضور في المدارس، ومش هتصرف كل شهر. وبعدين في عنصر مهم جدا، حتى كل الدول اللي في أمريكا اللاتينية بتطبق هذا البرنامج أدخلته، وهو عنصر إضافي ومهم جدا، إن إحنا نبتدي ندخل
مع هذه الشروط الصحة والتعليم ده اللي هنبتدي بيه، أيضا عنصر أهمية أن تبحث عن عمل وأن احنا نساعد الناس أنها تجد فرصة عمل. ففكرة الاهتمام بالتدريب والتشغيل مرتبطة أيضا بهذا البرنامج. هل كان في يعني كنا بنتكلم على توسيع دائرة معاش التضامن، أصبح كام مستحق دلوقتي وهل في نية للتوسيع؟ احنا عندنا 1,526,000 بيحصلوا على معاش التضامن أو معاش الضمان الاجتماعي زي ما بنسميه. المبلغ اللي بياخدوه زاد 50% لأن هو المبلغ بيختلف على حسب أفراد الأسرة. واللي احنا عاوزين نعمله أن الناس الجديدة اللي هندخلها في البرامج الجديدة. الناس اللي موجودة عايزين نراجعها ونشوف مين يستحق أنه يستمر فيها هيستمر، واللي ما تنطبقش عليه الشروط محتاجين نراجع، خصوصا في الفترة بتاعت سنتين ثلاثة اللي فاتوا في ناس دخلت، محتاج أن احنا نراجع استحقاق الناس وأنها فعلا تستحق من خلال مراجعة وتدقيق. هل المراجعات دي بتتم على مستوى كل الوزارات؟ بمعنى مثلا بطاقة التموين، في ناس كتيرة جدا معاها بطاقة التموين غير مستحقة، وفي ناس مستحقة ليس لديها بطاقة. هقول لحضرتك حاجة، لما ربطنا قاعدة بيانات التضامن معاش الضمان مع قاعدة بيانات التموين اكتشفنا ان في 200,000 واحد بياخدوا معاش ضماني يعني فقراء ومستحقين وما عندهمش بطاقة تموين. فخاطبنا وزير التموين ووزارة التنمية الإدارية اللي هم المسؤولين عن بطاقة التموين علشان يساعدونا على طول نطلع لهم، واتفقنا فعلا انه هيطلع لهم بطايق تموين. من ناحية أخرى وزارة التموين أطلقت برنامج باسمه رجع بطاقتك علشان الناس اللي مش مستحقة ترجع. هنقدر ان احنا نطبق بشكل جدي وفعال إخراج الناس من كل منظومات الدعم اللي ما يبقوا مش مستحقين لما يكتمل ربط قواعد البيانات ببعضها. فده مهم قوي، قاعدة بيانات الكهرباء، بقاعدة بيانات التموين، بقاعدة بيانات البنزين، بقاعدة بيانات الضمان، بقاعدة بيانات التأمينات، من الجهات اللي بتتعاون معانا بشكل جيد جدا الحقيقة الأحوال المدنية. أنا بعت لهم ملفات 44 مليون ملف تأميني وبيرجعوا لنا على طول يدققوا الأرقام القومية، الأسامي المكررة، الوفيات، الأسامي الوهمية يطلعوها لك، كل حاجة الحقيقة. فهذا التعاون وهذه المنظومة ابتدت تشتغل وابتدت تشتغل كويس. هل على هذا الاساس انتوا اوقفتوا عدد من المعاشات؟ انا سمعت ان انتوا في الوزاره. الحقيقه ده اجراء روتيني بيحصل مع المراجعه، لما ناس بتسيب البلد، ناس بتسافر، ناس بتتوفى، ناس كذا ناس كذا، بيبقى في ايقاف لبعض المعاشات لما بتكون الشروط مش منطبقه. اصحاب المعاشات ما زالوا يطالبون بحد ادنى للمعاشات. ده الموضوع الثاني اللي عرض على مجلس الاداره الاسبوع الماضي، واتكلمنا فيه عن في 5 بدائل مطروحه، بدائل عرضها اصحاب المعاشات وبدائل عرضها العاملين في الهيئه درسوها. بعض هذه البدائل ما كانش واضح تكلفته قد ايه، وطلبنا او اتفقنا في مجلس اداره الهيئه ان احنا نكلف، اتفقنا على البديل اللي كان افضل بالنسبه للكل او اللي متحمس ليه الاغلبيه، وطلبنا من الهيئه انها تدرسه وتدرس اليه تمويله، لان اهم من ان احنا ندي مزايا جديده لاصحاب المعاشات ان تتسم هذه المزايا بالاستدامه، يعني نقدر نمولها والاجيال القادمه هي اللي هتتحملها، فلازم نبقى عارفين هنديهم ايه، بس مين اللي هيموله، هيبقى مستديم ولا لا، وتكلفته قد ايه. في بعض البدائل تكلفتها 37-38 مليار، فدي ارقام لا قبل لنا بها دلوقتي. التامين الصحي وربطه بالمعاشات، اعتقد انتوا كان عندكم برنامج لها. وزير الصحه بيشتغل على برنامج كويس قوي بينسق معانا فيه للتامين الصحي على اصحاب معاش الضمان، وبيحسب التكلفه وبيشوف الاعداد، وايضا على التامين الصحي على المستفيدين من البرامج الجديده في افقر القرى. يعني ربما البرامج الجديده كمان مستحقه اكثر، لانه الحقيقه ان هم دول ناس ليس لهم اي دخل. موضوع التأمين الصحي أيضا موضوع مهم قوي في التمويل والاستدامة، مين اللي هيموله، ولأن العبء الصحي عبء كبير جدا. الجمعيات الأهلية يعني وصل عددها كام أستاذة غادة؟ يعني في حدود 30,000 40,000 30-35 عدد في ناس تم حظر مؤخرا 1077 جمعية على ما أعتقد. إيه أسباب هذا الحظر؟ هقول لحضرتك، هو مش حظر بمعنى حظر، هو كان في حكم محكمة في سبتمبر 2013 اتكلم عن حظر عدد من الجمعيات، ولكن بمعنى هو اتكلم عن تجميد نشاط. وبعدين شكلت لجنة في وزارة العدل فيها ممثلة الوزارات المختلفة برأسها المستشار عزت خميس، ولجنة جوه الوزارة أيضا لمراجعة هذه الجمعيات والتأكد من أن الخدمات اللي بتقدم من خلال هذه الجمعيات هذه الجمعيات أن تستمر الخدمات، ولكن أن تكون تحت رقابة من مدير المديرية، وكيل المديرية، وأعضاء اللجان اللي ممثل فيها الاتحاد العام للجمعيات
وتكون متأكدين إنه لو مدرسة طلبة بيدرسوا فيها ما يتعطلش التعليم فيها، لو دار مسنين، لو دار أيتام، لو خدمات بتقدم للمجتمع نتأكد أنها مستمرة، لكن في نفس الوقت أن يكون التمويل كله مراقب بحيث أن ما فيش تمويل يتسرب إلى هنا أو هناك. ايه الجمعيات اللي كانت بتقدم انشطه مضره؟ ولا انتوا خدتوا اسامي الجمعيات اللي كما وردت في القرار اللي الجمعيات اللي صدر معاها هذا الاجراء هي الجمعيات اللي جات لنا بقرار من المحكمه وبقرارات من وزاره العدل بعد مراجعه من كل الجهات، انما احنا عندنا مديرين المديريات مطالبين بان هم يراجعوا ويتابعوا كل الجمعيات بحيث انه لو في جمعيات هم شايفين انه ما عليهاش اي حاجه، ما فيش اي شبهه اي نشاط مخالف للقانون، يقولوا لنا عشان يطلعوا. في فعلا جمعيات خرجت وفي جمعيات اخرى دخلت. لكن بصراحه وانت اشتغلتي مع عمل اهلي كثير دولي، هل بهذا الحجم الكبير 30,000 جمعيه في مصر بتشوفي العمل الاهلي مؤثر بشكل ايجابي يدفع التنميه في مصر، ولا الحقيقه ان العمل الاهلي جزء كبير منه كان ينتمي لتيارات سياسيه وتيارات اسلام سياسي تستخدم من تيارات دينيه لاشياء معينه، وفي النهايه هذه الجمعيات لا تدعم بشكل اساسي فكره التنميه، فكره التوعيه، فكره التعليم؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه. اولا العمل الاهلي في مصر ابتدى من يعني الحقيقه أكثر من 100 عام، وما نقدرش ننكر أن العمل الأهلي في مصر أسهم إسهامات كبيرة جدا في هذا البلد، إسهامات تنموية. وإذا كنا هنتكلم عن مستشفى العجوزة، الجمعية الخيرية اللي عملت مستشفى العجوزة، جامعة القاهرة، المبرة، النهاردة مستشفى 57 357، وكان رئيس الوزراء النهاردة الصبح بيكرم أوائل ثانوية عامة من مرضى السرطان اللي في مستشفى 57 357، وغيرها، الهلال الأحمر المصري ودوره الكبير في دعم غزة في المرحلة اللي فاتت. بصي في جمعيات كبيرة جدا، بنك الطعام والدور اللي بيعمله في الحد من الجوع وتوزيع الغذاء، في جمعيات مصر الخير عاملة شغل كويس قوي. فزمان ودلوقتي في جمعيات الحقيقة بتعمل شغل كويس قوي، وكمان في جمعيات كتير على مستوى القرى بتعمل شغل كويس قوي. فلازم ان احنا ندي هذا العمل حقه والتقدير الواجب ليه. طبعا ده ما يمنعش ان في جمعيات كثيرة استغلت من تيارات سياسية، استغلت فقر الناس واحتياجهم علشان يحققوا أهداف سياسية، ولكن في جمعيات كثيرة جدا بتعمل عمل كويس. لما تقولي لي من 30-40 ألف احنا بنتكلم عن كام جمعية نشطة، ده اللي احنا بقى بنحاول نعمله دلوقتي من خلال بورتل، انه يبقى عندنا قاعدة بيانات اونلاين نقدر ان احنا من خلالها اولا كل الجمعيات تدخل بياناتها وتحدثها بشكل سنوي، كل الجمعيات تنشر ميزانياتها، تقول لنا ما هي انشطتها. المراجعة الدورية مش كفاية، لازم كمان الإعلان عن كل الأنشطة للمجتمع عشان المجتمع يراقب العمل الأهلي معانا. في جمعيات غير نشطة، هتلاقي نوادي وروابط مش نشطة، وفي جمعيات نشطة جدا. طلبتي من الجمعيات أنها توفق أوضاعها طبقا لأي قانون؟ لا، ما طلبتش من الجمعيات. الجمعيات تعمل وفق قوانين، بتعمل وفق قانون 84 المنظم لعمل الجمعيات. احنا بنشتغل على قانون جديد للجمعيات، هذا القانون حواليه حوار مجتمعي. عاوز اقول لحضرتك انه انا لما جيت الوزاره كان في 3 مسودات مطروحه، وكل مسوده اعدتها مجموعه وكانت بتدافع عن مسودتها وعلى انها الافضل. هذه المسودات عرضت لحوار مجتمعي استمر لمده شهرين، في شهر 6 وشهر 7 وشهر 8، مع حوالي 530 جمعيه و130 جهه شاركت في هذا الحوار المجتمعي. على جانب آخر، إلى أن يصدر القانون الجديد اللي احنا بنتعهد أنه يكون متوافق مع الدستور، أنه يكون متوافق مع اتفاقيات مصر الدولية، أنه يكون فعلا يطلق قدرات الجمعيات، وأنه يكون أفضل من قانون 84، احنا عندنا قانون اسمه قانون 84 لابد من تطبيقه. المادة 4 من قانون 84 بتقول أن الكيانات والجهات اللي بتمارس أنشطة من أنشطة العمل الأهلي عليها أن توفق أوضاعها وفقاً لقانون 84. يعني تيجي وتسجل نفسها مع الوزارة وتقول لنا هي إيه الأنشطة اللي بتعملها اللي هي من عمل الجمعيات الأهلية، علشان لما تقع في هذه في يكون هناك أي تساؤلات حول هذا النشاط
نقدر ان احنا نكون الجهه اللي بتدافع عنها وبتحميها ونقول دي جهه تحت اشرافنا واحنا عارفين هي بتعمل ايه. لكن هذه الكيانات تاسست اساسا خارج هذا القانون. هذه الكيانات الحقيقه متنوعه، في منها مكاتب محاماه، في منها شركات مسجله في الشهر العقاري، في منها شركات مسجله في هيئه الاستثمار، في منها مش مسجل في حته خالص وما نعرفش عنه حاجه، فبنطالب هذه الكيانات انها تتقدم للتسجيل فيما يخص انشطتها اللي هي من انشطه العمل الاهلي. ماذا اذا لم يتقدموا للتسجيل؟ هتلاقينا منزلين في خلال ايام معدوده بيان واضح في الصحف بنشرح القانون بيقول ايه، كل حاله هيتم التعامل معاها على حده، هنبص هم مسجلين تبع انهي قانون، بيسددوا ضرائبهم، متوافقين مع القانون اللي هم مسجلين معاه ولا لا، ايه الانشطه اللي بيعملوها، ونتعامل مع كل حاله على حده ونطبق القانون الماده 4 منها. هل يقلقك انه قد تثار ضد الوزاره ضجه ويتقال انها الحكومه المصريه تقمع العمل الاهلي والمراكز الحقوقيه؟ هقول لحضرتك على حاجه، الضجه مثاره بالفعل ومثاره من عدد صغير من الجمعيات ومثارة لتاريخ من عدم الثقة بين الحكومة وبين المجتمع المدني، ده أحد الأسباب، ولكن مثارة أيضا لأنه محدش بيبقى يعني بيعمل بدون أي رقابة، بيبقى يعني سعيد بفكرة أنه هيتم تنظيم عمله والإشراف عليه، ومثارة لأن في تصور أن القانون الجديد سيقمع الحريات. القانون الجديد لن يقمع الحريات، والإعلان بيطبق القانون، ولكن زي ما قلت أكثر من مرة هذه الدولة وهذه الحكومة عازمة على أن تطبق قوانين على الجميع، هذه الدولة وهذه الحكومة عازمة على أن تحمي المجتمع وأن تقوم بواجبها في الإشراف والرقابة والتنظيم بدون قمع وبدون مخالفة للدستور ولا مخالفة للقوانين. حضرتك يمكن في الفقرة السابقة كنت بتفرج عليكي كنت بتتكلمي عن الدولة وكنت بتتكلمي مع الأستاذ نجاد البرعي وهو أحد المحامين بتتكلموا عن دور الدولة. بس هو كمان معارض لقانون الجمعيات على ما أعتقد. هو الموضوع مش مسألة معارض أو متفق، لأن ما فيش قانون للجمعيات، إحنا لم نطرح مسودة بعد. الحوار المجتمعي خلص في 4 دورات في 4 محافظات تغطت الجمهورية، وبعدين اتعملت جلسة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان قابلنا فيها جمعيات حقوق الإنسان، وبعدين صدر قرار وزاري من أيام معدودة بتشكيل لجنة من 7، اللجنة دي للأخذ في الاعتبار كل المسودات ونتيجة الحوار المجتمعي اللي كان مدعو فيه إعلاميين وكان مدعو فيه جمعيات وكان مدعو فيه جهات علشان نطلع بمسودة. فبالتالي مفيش مسودة بتطرحها الوزارة أو بتساندها الوزارة عشان حد يعترض عليها. طب احنا نخرج فاصل، لكن قبل الفاصل يعني من يعارض هذا القانون؟ من يعارض فكرة توفيق الأوضاع لبعض المراكز الحقوقية؟ هم الأبرز، يعني هم الأكبر في المراكز الحقوقية، هم الأبرز في العمل الأهلي المصري، هي دي الأسماء البارزة الكبيرة وعدد مش قليل. خليني أقول لحضرتك على حاجة، يعني أنا عندي تحفظ على حاجتين. هناك معارضين نحترم آراء المعارضين، صوتهم عالي أيوة، لكن هم الأبرز في العمل الأهلي في مصر؟ لا، الأبرز في العمل الأهلي في مصر جمعيات مشهرة ومسجلة وتعمل وفقا للقانون. ربما في العمل الحقوقي العمل الحقوقي هناك جمعيات كثيرة جدا تعمل في مجال حقوق الإنسان تحت مظلة القانون. هناك جمعيات بعد الإعلان تقدمت للتسجيل وللإشهار. هناك مراكز وشركات وكيانات بتقول ان هي سبب اعتراضها انها كانت بتتقدم قبل كده علشان تتسجل وكان بيرفض تسجيلها، احنا بنقول لها النهارده لا، احنا بنمد ايدنا للكل علشان يعمل تحت مظلة القانون علشان نحمي الكل وعشان نحمي هذه الدولة وهذا المجتمع. يبقى احنا عندنا مجموعة من الخلافات، خلاف حول إعادة توفيق الأوضاع لمجموعة من المراكز الحقوقية، يعني هي مجموعة من المراكز الحقوقية البارزة الحقيقة، بلاش الأبرز، حوالي 20 مثلا مسجلين يمكن طبقا لقواعد أخرى وقوانين أخرى كشركات كمؤسسات، ولكن ليس ضمن هذا القانون 84. ده اللي احنا بنراجعه، ان احنا نشوف طيب انتم مش تحت قانون 84، طب انتم بتشتغلوا وفقا لايه؟ ما هي جهة الرقابة والإشراف عليكم؟ هل انتم فعلا متوافقين مع هذه القوانين ولا لا؟ طب أنشطتكم ايه؟ هذه الأنشطة بتقع ضمن أنشطة الجمعيات الأهلية ولا لا؟
ايه هو التمويل اللي بتديروه وبتديروه بتعملوا بيه ايه؟ لكن ده قانون في النهايه يعني لا علاقه له بالدستور الحالي، يعني انهي قانون؟ ال 84، ما خلاص ما احنا دلوقتي عندنا لا دستور خليني اقول جديد لحضرتك، والمفروض يصدر قانون جديد. لا الدستور بيقول بمنتهى الوضوح انه الى ان تصدر القوانين الجديده، القوانين اللي موجوده، والا هيبقى عندك فراغ تشريعي. حضرتك لما بنتكلم مثلا عن ان هناك حوار مجتمعي حوالين تعديل الحد الاقصى للسرعه على الطريق الصحراوي، طول ما الطريق مكتوب عليه ان السرعه 120 او 90 او 100، قاده السيارات مطالبين باحترام الحد الاقصى للسرعه الى ان يتم تغيير الحد الاقصى للسرعه ويعلن عنه. يعني انا بحاول ابسط نعم الموضوع، ولكن القانون، قانون 84 هو القانون، هو كل القوانين على فكره، كل القوانين اللي موجوده الى ان يعدلها مجلس النواب أو إلى أن تصدر تبقى سارية حتى يأتي قانون آخر يعدل القانون القائم. هنخرج فاصل سيادة الوزيرة، وبعد الفاصل نتكلم على الخلاف حول قانون الجمعيات الأهلية بقى، هل هو لب هذا الخلاف التمويل أم أن هناك خلافات أخرى؟ وقضية التمويل دي قضية يعني مش اختراع هذه الحكومة، ولكن من حكومات كثيرة سابقة دايما في خلاف أنه التمويل يجب أن تعرف عنه الحكومة، التمويل يجب أن يكون يعني ما يعديش من بره، يجي من خلال قنوات شرعية، نبقى عارفين أين التمويل. بعض وجهة النظر الأخرى أنه لا، العمل الآلي طب ما أنا هشتغل إزاي، ما أنا لابد أن أكون ممول وممول من جهات مختلفة عشان أقدر أن أنا أقوم بالعمل الآلي في مصر. بعد الفاصل نناقش هذه النقطة.